السلام عليكم، مرحبا بكم. راشد معكم صوفيا، وبعد الاصرار الكبير من طرفكم والرسائل والتعليقات الكثيره، قدم لكم تجميع شهر سبتمبر. افضل بكثير من الكونسول، ستكون بسعر الكونسول حوالي 400 دولار. هي نوعا ما نفس التجميع اللي عملتها في المقطع السابق، اللي لم تشاهده تجميعه 250 دولار. ستظهر بطاقه الاعلى او تجد رابطها في الوصف. فتلك التجميع لم اقوم بوضع بطاقه شاشه فيها، واستعمل الانتل اتش دي جرافيك. بطاقه ليست جيده لكنها تقوم بعمل جيد مقابل انها بطاقه مدمجه. فاليوم سنستخدم بطاقه شاشه خارجيه قويه، اعتقد بالنسبه لي هي افضل بطاقه. فلماذا التجميع افضل من كونسول؟ لانه ببساطه انك اولا تتحكم في الجرافيك كما تريد، تشغل اداء كما تريد. ثاني شيء تحصل على العاب بارخص اثمان، اضف الى هذا انك لا تدفع ولا شيء مقابل لعب اونلاين او شيء. تكلمت عن هل حقا حاسوب العاب اغلى من الكونسول؟ ستجد رابطه في الاسفل او تخرج لك بطاقة من الاعلى. اذا بالقطع، تذكير بسيط عن بالقطع، استعملنا المعالج البنتيوم جي 4560. تعرفوني اني احب هذا المعالج لانه صراحة جد رائع، يحتوي على نواتين واربع ثريد، مناسب جدا للالعاب، يشغل كل الالعاب التي صدرت الان. لاي شخص يريد شراء اي 3 انصحك تذهب مع هذا المعالج، ارخص وباداء يشبه الاي 3 في معظم الحالات. بالنسبه للماذر بورد، استعملنا الازروك H110 MGDS. لا شيء مميز في هذا المذر بورد سوى ان سعرها رخيص وناس تقبل هذا المعالج وفقط. لكن في ناس فقط في فيديو سابق انه قالوا لي هذه معالجاتها للجيل السابق، يجب ان يحدث البايوس، كيف يحدثوا، كيف ظهرت بعض المشاكل لديهم، ولم يعرفوا كيف انهم يحدثون البايوس. فان لم كنت تريد راحة البال ولا تكسر رأسك، فخذ لك مذر بورد B250. نعم هي اغلى من هذا المذر بورد، لكن فقط ضع المعالج وابدأ لا تحديث ولا شيء. الرامات، فانا انصحكم 8 جيجا DDR4 بسرعة 2133 ميجا هرتز. اشتري اي رام، لكن كما اخبرتكم 8 جيجا وبسرعة 2133. بالنسبة لوحدة تخزينية، فواحد طيرة او اي هارد درايف تملكه، لكن انصحك انك تذهب مع واحد طيرة 720 RPM، لانه الالعاب اصبحت جد متطلبة وتحتاج مساحة تخزينية كبيرة. بالنسبة للكيس، فاستعملنا الكولر ماستر إليت 240، كيس بسيط وممكن تضع فيه كل الأشياء. أيضا أنه هذا مجرد أنا أخبرتكم أنك تأخذ هذا الكيس، لا يعني أنك تذهب وتأخذه، لأنه الكيس هي مسألة أذواق وأنت أختار الكيس لناسب. بالنسبة للباور سبلاي، ف 450 واط ستكون كافية. والآن نتكلم عن البطل لحلقة اليوم، واللي هو بطاقة الشاشة. أنا راح نتكلم عن بطاقة الشاشة، أعتقد أنها الأفضل خيار أنك تشتري في هذه الفترة، خاصة مع مسألة الكريبتو ماين التي ضاعفت أسعار بطاقات الشاشة وجعلتهم أسعار جد مجنونة. فبطاقة الشاشة هي GTX 1050 Ti، البطل الوحيد الذي استطاع أنه يبقى ويحافظ على سعره. هي أسعارها تتراوح مليونين ونصف إلى 3 ملايين، لكن تستحق كل هذا السعر، لأنك ممكن تشغل كل ألعاب 60 فريم ما دمت أنك تعرف كيف تتحكم في الإعدادات، لأنه هذا ميزة الحاسوب أنك تتحكم في الإعدادات لتلبي احتياجات. فهذه تجميع اليوم، تجميع ستكون حوالي 7 ملايين دينار جزائري او ما يقاربها ب 400-450 دولار، لو عرفت كيف تشتري القطع وتختارها في وقت يكون فيه تخفيضات. فكالعادة كان معكم صوفيان، ارجو انكم عجبكم هذا المقطع. لا تنسى ان تخبرني كنت تريد تجميعات في المستقبل، ضع لي سعرك، سأحاول ان اقوم بهذه التجميعة في المستقبل. وكالعادة كان معكم صوفيان، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.